لو الحكاية فيها إن فيديو جايزة بتقعد تستمر كمان 40-50 سنة وبعدين أحفادنا بقى يجوا هنا ويقولوا والله جدو ده كان عامل حاجة كويسة يعني. فأنا سعيد جدا بالموضوع ده وبحس إن ده من أحسن الاستثمارات اللي عملناها كمؤسسة، وإن شاء الله نكون مع بعض هنا كل سنة. أشكركم جميعا على الحضور، وأشكر بالذات كل الناس اللي خلونا بنحس إننا جايين حفلة كأننا معزومين مش عارفين ولا حاجة من التفاصيل، سواء اللي بيعمل الحفلة سواء اللي بيدعو لجان التحكيم، بالذات الدكتور أبو الغارق صراحة يعني خلي الواحد بينام وهو مطمن. وأحلى حاجة في الموضوع ده كله إن أنا 15 سنة ما سمعتش مرة من حد شكوى إن في حد اتجامل أو حد اتغبن، فدي برضو حاجة أنا فخور بيها جدا.